امرأة تأخر حمل أختها فقالت إن حملت أختي وولدت سواء كان المولود واحدا أو أكثر فسأتحمل العقيقة، وقد حملت الأخت وولدت، فماذا عليها؟ وهل يعتبر هذا من النذر؟ هذا وعد، ما قالت لله علي. إذا كانت قالت لله علي يصير هذا نذر، أما إذا قالت إذا ولدت تتحمل العقيقة هذا وعد، إن شاءت نفذته وإن شاءت لم تنفذه. نعم.